صوفيا النهاردة بتكلمنا عن تفسير رؤية التدخين في الحلم. برحب بيكي مرة تانية يا صوفيا. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ عايزين نكمل كلام عن تفسير شرب السجاير في الحلم والتدخين وكل ما يخص يعني الحاجات دي في المنام. لو انا حلمت ان الاقلاع عن التدخين او حد او شخص بيقلع عن التدخين، طيب ده تفسيره ايه؟ بصي، هو طبعا قبل ما اقولك على الاقلاع عن التدخين، شرب الشيشة دي قصة تانية خالص كمان. شرب الشيشة ده لازم بيبقى يعني حاجة بتقترفها بتجمع فيها ناس معاك، تمام، ما بتبقاش لوحدك، لازم يكون في حد معاك في المشكلة دي. يعني مثلا يعني مخالفة قانونية فمعاك حد، عصابة يعني، تمام. مخالفة دينية معاك حد، ايا كان نوع المخالفه والذنب، فهي برضو تندرج تحت المشاكل الزوجيه وتندرج تحت يعني اي حاجه فيها ازدواج، المشاكل في محيط العمل، المشاكل في محيط الجامعه، ايا كان. تمام، دي بالنسبه للشيشه، ده تفسير الشيشه.